وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة. سعادة الوزير، نرحب بك بداية، وكما يعلم الجميع إعادة انتخاب أو فوز مملكة البحرين في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لتمثيل إقليم الشرق الأوسط لم يأتي من فراغ. بلا شك هناك مرتكزات، هناك معايير أدت إلى ذلك، هل لك أن تطلعنا عليها؟ أنت كرمت. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير وشاكرين لكم على هذه الاستضافة. في البداية طبعا أود أن أتوجه بالتهنئة إلى مقام سيدي صاحب الجلالة وسيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة إعادة انتخاب مملكة البحرين للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وهذه إشادة إقليمية ودولية لمكان المكان اللي احتلته مملكة البحرين عالميا في قطاع السياحة، ويأتي في وقت اللي القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا، ويمكن يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تضررت في هذه الجائحة. فإعادة الثقة في وجود مملكة البحرين في هذا الظرف الحرج هو بمثابة شهادة تأييد لما قامت به البحرين في دعم هذا القطاع ودعم المنشآت المستثمرة في هذا القطاع، والاستفادة من ما قدمته البحرين محليا على المستوى العالمي. المجلس التنفيذي هو عبارة عن مجلس يتكون من 35 دولة فقط من دول العالم، وهو اللي يرسم السياسات العالمية للخطط السياحية وتسهيل إجراءات السفر والمشاريع السياحية والاستثمارات السياحية والتدريب وتنويع المنتج السياحي والاستثمار في القطاعات المساندة لتنمية قطاع السياحة في العالم ككل. فهذا شرف كبير بالنسبة لنا وتجديد للثقة. طبعا هذه المرة الثانية اللي يعاد انتخاب فيها مملكة البحرين على التوالي، وإن شاء الله يعني احنا نحظى بأن نكون ممثلين للإقليم ككل، إقليم الشرق الأوسط، ونرفع اسم البحرين إن شاء الله في المحافل الدولية. نعم سعادة الوزير، تم انتخاب مملكة البحرين في لجنة وثائق التفويض في منظمة السياحة العالمية، كيف سيكون دور المملكة في هذه اللجنة؟ هذه اللجنة هي عبارة لجنة تعني بتفويض كل الوثائق اللي تقدم وتعرض على المجلس التنفيذي من كل أنحاء العالم، ويكون فيها من كل أقليم اللي هو 5 أقاليم موجودة حسب تصنيف منظمة السياحة العالمية دولة واحدة، وكان انتخاب مملكة البحرين لممثل إقليم الشرق الأوسط. فدور هاي اللجنة دور فعال ومهم، لأن هي تضع يعني الأجندات للمواضيع اللي تبحث وتدقق في الوثائق اللي تعرض بما فيها حتى إذا انضمام دول جديدة للعضوية في حال رأت بعض الدول إلى الالتحاق بهذه المنظمة. نعم، إذا من الرياض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.